بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب الصف الثاني الإعدادي، إن شاء الله النهاردة هنبدأ مع بعض يونت 3 Great Jobs. Great Jobs يعني وظائف عظيمة. طبعا البداية مع Lesson 1 and 2، وزي ما احنا قلنا بنتناول الشرح بتاعنا من كتاب جيم. نبدأ بالفوكاب أو الكلمات اللي عندنا في الدرس. I want all of you to read them and memorize يعني نحفظها كويس عشان نحفظ أو نعرف how to answer the choice question، إزاي نجيب على سؤال choice أو سؤال الاختيار. Repeat after me. Attack. Attack يعني يهاجم. بهية foundation. بهية foundation هي مؤسسة بهية لعلاج الكانسر اللي هو السرطان. Cancer. Cancer يعني سرطان. Date of birth. Date of birth يعني تاريخ الميلاد. Disease. Disease اللي هو مرض. Expert. Expert يعني خبير. Heart. Heart. Heart اللي هو القلب. Heart اللي هو القلب. Hero. Hero يعني بطل. Improve. Improve يعني يحسن. Medicine. Medicine اللي هو دواء. Modern technology. Modern technology يعني التكنولوجيا الحديثة. Shark. Shark اللي هي سمكة القرش. Staff. Staff يعني طاقم العمل. Successful. Successful يعني ناجح. Teamwork. Teamwork يعني عمل جماعي. Treatment. Treatment اللي هو علاج. Volunteer. Volunteer يعني متطوع. بالنسبة للجوبس اللي عندنا، charity worker. charity worker يعني عامل في جمعية خيرية. charity worker. nuclear scientist. nuclear scientist. nuclear يعني عالم نووي. nuclear scientist يعني عالم نووي. scientist. scientist يعني عالم. sports coach. sports coach يعني مدرب رياضي. sports coach. surgeon. سيرجن يعني جراح. سيرجن اللي هو الجراح. يبقى جن الوظائف: charity worker, nuclear scientist. nuclear scientist. nuclear scientist يعني عالم نووي. scientist عالم. sports coach يعني مدرب رياضي. سيرجن. سيرجن يعني جراح. against. against يعني ضد. competition. competition يعني منافسة أو مسابقة. event. event يعني حدث. final. final يعني مباراة نهائية. goal. goal يعني هدف أو مرمى. handball. handball يعني كرة اليد. junior. junior. junior طبعا يعني مبتدئ أو ناشئ. junior. player. player يعني لاعب. score. score يعني يسجل أو يحرز. senior. senior يعني أكبر سنا أو خبرة أو أول. senior. team. team يعني فريق. win. win يعني يفوز. طبعا بالنسبة لجامعة القاهرة، كايرو university. كايرو university يعني جامعة القاهرة. die. die يعني يموت. preparatory. preparatory يعني إعدادي. primary. primary يعني ابتدائي. similar. similar وبيجي مع حرف الجر تو. similar تو يعني مشابه أو متشابه معا. chess. chess اللي هي لعبة الشطرنج. Egyptian. Egyptian يعني مصري. Tunisia. Tunisia يعني من دولة أو دولة تونس. Tunisia. نيجي للإكسبريشنز المهمة اللي ناخد بالنا منها. do experiments. do experiments يعني يجري تجارب معملية. do experiments. give examples يبقى كلمة experiments تجارب بيجي معاها do. give examples يعني يعطي أمثلة اسمها give examples. have a lesson يعني لديه حصة. have a lesson. improve a sport يعني يحسن رياضة. يبقى كلمة a sport بيجي معاها do أو improve a sport أو play a sport. lose a leg يعني يفقد ساق. lose a leg يبقى كلمة يفقد ساق اسمها ايه؟ lose ولا miss؟ طبعا lose. lose a leg. make a hero. make a hero
يعني يصنع بطل رياضي. ما ينفعش نقول هنا دو، امال دو ايه؟ دو اكسبيرمنت، لكن ميك ا هيرو. جيت ا برايز، جيت ا برايز يعني يحصل على جائزة. ستارت ا تشاريتي، ستارت ا تشاريتي يعني يبدأ في إنشاء جمعية خيرية. ستارت يعني يبدأ. ذا أفريكا كاب أوف نيشنز، ذا أفريكا كاب أوف نيشنز يعني كأس الأمم الأفريقية. ذا أندر 19 وورلد كاب فاينل، ذا أندر، ذا أندر 19 وورلد كاب فاينل، ذا يعني نهائي كأس العالم تحت 19 سنة. ذا أندر 19 وورلد كاب فاينل. طبعا عند التقاء حرفين متحركين ذا مع اليو بنكسر الحرف اللي هو الاي، نقول the under 19 world cup final. ناخد بالنا من حروف الجر اللي معانا. die from يعني يموت بسبب، die from. في عندنا حاجة اسمها die out يعني ينقرض، die out، لكن عندنا die from يعني يموت بسبب. held بيجي مع حرف الجر with، held with، my mom helps me with the homework يعني ساعدتني في الواجب. with heart problems، with heart problems يعني ذو مشاكل في القلب. with heart problems يبقى die بيجي معاه حرف الجر from. help with، with heart، with heart problems يعني ذو مشاكل في القلب. find out about، find out about يعني يكتشف عن. was born into يعني ولد فيه او ينحدر من، was born into. طبعا معروف ان باي بيجي وراها الفيرب بلس اي ان جي، او اي حرف جر بيجي وراه الفيرب في اي ان جي. بلاي فور يعني يلعب لدى، محمد صلاح بلايز فور ليفربول، يبقى بلاي فور يلعب لدى. جود ات يعني جيد، في عكسها باد ات. جود ات بيجي وراها مادة دراسية او هواية. اي ام جود ات عربيك، اي ام جود ات ريدنج، يبقى لا اما هواية لا اما مادة دراسية. through into يعني يرمي في داخل، through into يعني يرمي في داخل. female، female يعني أنثى، female يعني أنثى، male يعني ذكر، male يعني ذكر. inside داخل، inside داخل، outside خارج، inside داخل، outside خارج. win يعني يفوز أو يكسب، win يعني يفوز أو يكسب. lose يعني يخسر او يفقد، lose. يبقى win عكسها lose، يبقى female انثى عكسها male ذكر. win يفوز عكسها lose يخسر او يفقد. inside بالداخل عكسها outside بالخارج، inside بالداخل عكسها outside بالخارج. the best يعني الافضل، the worst يعني الاسوأ. lose lost lost، lose lost lost يعني يخسر، التصرفات منها lose lost lost. mean meant meant يعني او يقصد. what do you mean يعني ماذا تعني. through through thrown يعني يرمي او يقذف. win won won يعني يفوز، ده تصرفات الافعال. طبعا عندنا كلمة competition تعريفها الهاندبول. junior يعني مبتدئ او ناشئ. for younger people، senior for older people اللي هو الاول او اكبر سنا او خبرة. senior won يعني فاز. were first in a game or competition. was where born يعني ولد. was born in 1935 يعني ولد في عام كذا. that my children were born outside Egypt يعني ولدوا خارج مصر. work as بيجي وراها وظيفة. my father works as a teacher يعني يعمل كمعلم. the first بيجي معاه 2 plus infinitive. they were the first team from Africa to win in 2018. special يعني خاص او مميز، انما private خاص او خاص للشخص، ذو ملكية خاصة للفرد نفسه. steam schools يعني مدارس steam are special schools يعني مدارس خاصة. my cousins go to private school يعني مدرسة خاصة، طبعا خاص بالفرد. staff اللي هي هيئة العاملين في مكان معين، وطبعا بتتعامل مفرد او جمع ولكن حسب المعنى. لو انا بقصد المجموعة على بعضها تبقى are.
ماي ليتل براذرز سبيس بورن. طبعا ماي ليتل براذرز بلورال يبقى ايه؟ وير بورن، يبقى عندنا هتبقى ليتر بي. اي واز ذا فيرست ستودنت، طبعا فيرست قلنا تو بلس انفينيتيف، يبقى اي واز ذا فيرست ستودنت تو ارايف، تو ارايف. طبعا هنا عندنا تكست listen to someone talking about the people in the photos, check your answers. Photo 1 الصورة الأولى shows عمر عبد القادر. He was born in 1994، يعني اتولد في 1994. When عمر was 22، لما كان عنده 22 سنة. A shark attacked him، يعني في سمكة القرش هجمته. And he lost a leg، وفقط ساق. But this didn't stop him wanting to be successful، ولكن ده موقفوش من انه يبقى انسان successful ناجح. Now he helps other people with similar problems، بيساعد الناس اللي عندهم نفس المشكلات. And he is an important sports coach، واصبح sports coach يعني مدرب رياضي مشهور. بالنسبة لفوتو نمبر 2 دي طبعا اللي هي سميرة موسى. فوتو 2 شو سميرة موسى. سميرة was born in 1917، يعني تولدت في 1917. And studied science، ودرست طبعا study، studied the past من study studied، يعني درست science العلوم. At Cairo University she was Egypt's first female، Egypt's first female يعني كانت الأولى على مصر. Nuclear scientist في علم النووي. And wanted to use nuclear treatments، وكانت عايزة تستخدم النوكليار تريتمنت اللي هو العلاج بالذرة أو بالطاقة النووية. in medicine في الطب. she died in 1952، وتوفت in 1952. عندنا picture 3. photo 3 shows مجدي يعقوب. طبعا مجدي يعقوب ده غني عن التعريف. he was born in Cairo، اتولد في القاهرة in 1935. He went to Cairo University، طبعا التحق بجامعة القاهرة. And became an important heart surgeon، وطبعا أصبح important heart surgeon يعني إيه؟ جراح قلب مشهور أو مهم. He then helped people with heart problems، He then helped people with the heart problems، ساعد الناس اللي عندهم heart problems يعني مشكلات قلب. For many years، لمدة سنوات عديدة. He stopped most of his work a long time ago، وكان بيتوقف في معظم أعماله. But in 2006، ولكن في 2006 he started a charity to help children with heart problems، ولكن عمل مؤسسة خيرية لمساعدة الأطفال ذوي مشاكل قلبية. Photo 4. Photo 4 shows workers at the Bahia Foundation، يعني بتظهر لنا العاملين في مؤسسة بهية in Cairo. The charity talks، The charity اللي هي المؤسسة الخيرية takes its name from Mrs. Bahia Wahbi who sadly died from cancer، من السيدة اللي اسمها بهية اللي توفت بالكانسر. When she was ill، لما كانت مريضة. Her family saw that people with cancer needed more help، أهلها اعتقدوا أو أدركوا إن الناس اللي مريضة بالكانسر بيكونوا محتاجين رعاية أكتر أو مساعدة أكتر. Now Mrs. Bahia Wahbi's house is a special hospital to help women from poor families، أصبح منزل السيدة بهية منزل بيساعد السيدات from poor families، من المنازل أو من العائلات الفقيرة. With the disease expert، with the disease اللي بيعانوا من هذا المرض. Expert doctors، طبعا الأطباء الإكسبرت اللي هم الخبراء. And nurses الممرضات. Use modern technology، بيستخدموا التكنولوجيا الحديثة. To help them، عشان يساعدوهم. Some of the staff، طبعا قلنا staff اللي هي هيئة العمل. Are volunteers، يعني مساعدين أو متطوعين. The Bahia Foundation opened in 2015، يعني 2015. From 2015 to 2020 the foundation helped 120,000 women، يعني ساعدت 120,000 سيدة.
When did Dr. مجدي يعقوب start a charity؟ طبعا ممكن نجيب الانسر من المسج. برضو عندنا درس مهم. Look at the photo. هنبص كده على الصورة اللي معانا. Do you know which team this is؟ مين هو الفريق اللي معانا؟ Which sport do you think they play؟ وايه اللعبة اللي بيمارسوها؟ Egyptian heroes يعني أبطال مصريين. The Egyptian handball team are heroes. أبطال أو لاعبي مصر لكرة اليد are heroes يعني أبطال رياضيين. They won the handball African Cup of Nations in Tunisia in 2020. فازوا بكأس الأمم الأفريقية في تونس 2020. They won the final against Tunisia. فازوا بالنهائي مقابل أو ضد الفريق المقابل لهم اللي هو تونس ب 27 نقطة مقابل 23. That means وهذا يعني they are the best team in Africa. إنهم أفضل لعيب أو أفضل فريق في أفريقيا. This isn't the first time Egypt's handball team played in final. مش أول مرة الفريق المصري لكرة اليد بيفوز بالنهائي أو بيلعب في النهائي. In 2019, the Janio team, won the Under-19 World Cup final 32-28 against Germany. فازوا باتجاه أو أمام ألمانيا بنقاط أو بفارق نقاط 32-28. They were the first team from Africa to win it. وده كان أول فريق أفريقي يفوز بالمسابقة اللي معاه. In 2018, the senior team, الفريق الأول, were also in the final of the Africa Cup of Nations. برضو وصل لنهائي كأس الأمم الأفريقية. But lost the final against Tunisia. ولكن خسر أمام مين؟ تونس. Now lots of people in Egypt love the sport. عشان كده كثير من المصريين أصبحوا يشجعوها. Let's hope the Egyptian team can win competitions again. ياريت الفريق المصري أو نتمنى إن الفريق المصري يفوز بمسابقات أخرى زي أو مثل هذه المسابقات. Complete the text with these words. My brother Ahmed loves playing handball. طبعا شايفين handball. And he is very good at it. طبعا good at يعني ممتاز أو شاطر فيها. When he was 8 لما كان عنده 8 سنوات. He played in a junior competition for a team in our city. جونيور اون يعني ايه؟ اللي هو الناشئين، يعني لعب في مسابقة الناشئين جونيور for a team in our city. The team didn't win but it was in the final. Ahmed is now 21 and last year he played for an important senior team. لعب في الفريق الأول. He was very pleased. كان سعيد جدا. Next year the team are playing in an important competition. I hope they win it. أتمنى إن هم يفوزوا بيها. نيجي لي. My brother is only 10 years. He wants to join the space team. طبعا هنا junior team اللي هو الفريق الناشئين. junior team. طبعا اللي هو فريق الناشئين. My grandfather is my space. He helped many people in his village and built a school. طبعا my grandfather جدي is my hero. يعني المثل او البطل بالنسبة لي. يبقى هنا تبقى letter A letter B. يبقى my hero. دكتور مجدي يعقوب is a world famous heart. طبعا heart surgeon. heart surgeon يعني جراح قلب. heart surgeon letter D. لان طبعا مجدي يعقوب surgeon يعني جراح. دكتور مجدي يعقوب helped people. طبعا helped people هنا letter A with heart problems. يبقى help قلنا help بيجي مع حرف الجر A with help with. A player should practice more to space his skills. طبعا skills يعني مهاراته. In a sport يبقى to improve letter B. يحسن مهارته letter B. Scientists do many experiments to find space for many illness. طبعا scientists do many experiments to find treatments. عشان يجدوا treatments يعني علاج للكثير من الأمراض. treatments اللي هي letter A. treatments.
When I was little لما كنت صغير a thief chased me and a police officer saved me and arrested him. When I was little لما كنت صغير a thief attacked me يعني في حرامي هاجمني. Letter A. Space helps people or animals that need help. اللي بيساعد الإنسان أو الحيوان to find help. طبعاً charity worker اللي هي letter B. Charity worker يعني عامل بالمؤسسة الخيرية. Letter B. Our team won the match against Tunisia. يعني ضد تونسيا. Letter D. The Egyptian handball team won an important طبعا competition يعني مسابقة اللي هي letter C competition. My father died from space it's a dangerous disease. طبعا my father died from a cancer. Cancer يعني ايه؟ يعني مرض الكانسر اللي هو العياذ بالله اللي هو السرطان. انما طبعا فلو الانفلونزا كيدني يعني الكلى وهارت اللي هو القلب. In handball players score by speed the ball into goals. طبعا في الهاندبول اللي هي كرة اليد بيعملوا throwing يعني بيقذفوا الكرة او بيرموها. فطبعا throwing في الهاندبول قصف الكرة اللي هو throwing. محمد صلاح بلايز فور قلنا بلاي فور يعني يلعب لده. ليتر D. Play for. يلعب لده. Working in a group is called طبعا العمل في فريق بنسميه ايه؟ بنسميه team work اللي هي letter D. Letter C. Team work. بالنسبة للرول عندنا اللي هو past simple tense مزمن الماضي البسيط طبعا احنا واخدينه من مرحلة ابتدائي والعامل الماضي واخدينه. طبعا معروف ان الماضي البسيط هو التصريف الثاني للفعل يعني ما اقول go went went ده تصريف ثاني. eat at ده تصريف ثاني. يبقى اي اي فعل صيغته او التصريف الثاني منه فهو ماضي بسيط. يبقى التصريف يبقى الماضي البسيط هو التصريف الثاني للفعل. اي صيغه سواء am is are الماضي منها was were يبقى was were ده ماضي بسيط. Do و does الماضي منها did برضو did ماضي بسيط. Have had الماضي منها had يبقى had ماضي بسيط. يبقى كل ما هو تصريف ثاني فهو ماضي ايه؟ بسيط. يبقى الماضي البسيط هو التصريف الثاني للفعل. ولنا يستخدم الماضي البسيط للتعبير عن حدث وقع في الماضي وانتهى يعني حدث بدأ وانتهى فين في الماضي او للتعبير عن عادات في الماضي يعني ما اقول مثلا I always helped the poor when I was young دايما كنت بساعدهم وانا صغيرة. فكلمة when I was تعتبر بتقول لنا ان دي جملة ماضي بسيط يعني بتدل على انها past simple. بالنسبة لتصريفات verb to be عارفين ان was where was am is are الماضي منها was or were. was بتيجي مع I وhe وshe وit او الاسم المفرد I was I wasn't he was he wasn't she was or she wasn't it was or it wasn't. أما where بتيجي مع صيغ الجمع سواء where أو weren't. We were early. We were at school. You were or you weren't. يبقى was أو where طبعا was للمفرد و where ليه صيغ الجمع. بالنسبة لو بنعمل عليها سؤال they were excited طبعا لو بنكون سؤال هنعمل كروس يعني مقص مع الاثنين يعني الفعل والفعل المساعد هيبقى الفعل المساعد والفعل. They were هتبقى where they. I was بتتحول في السؤال إلى where you. ساعة ما نشوف I was يبقى حولها في السؤال إلى where you زي ما I و we بتتحول إلى you في السؤال. في عندنا تغييرات ثابتة على الماضي أو في تكوين السؤال. بالنسبة للأفعال الregular والregular verbs يعني الأفعال الأساسية My father put a new car last year. طبعا عشان عندي كلمة last فجبنا الفعل في الماضي فماي الماضي منه بوت. I was very tired this morning was طبعا فعل مساعد والماضي منه was أول يبقى I was ده في ده صيغته ماضي. يبقى الأفعال في الماضي البسيط بتنقسم إلى أفعال regular منتظمة
وافعال الريجولر يعني غير منتظمه. الفعل المنتظم بنضيف له دي او اي دي او اي اي دي. احنا بنضيف دي لو الفعل في نهايته اي، ليف ليفد. الفعل عادي ومنتظم بنضيف له اي دي، فيزيت فيزيتد، كوك كوكد، ووك ووكد. لكن لو الفعل في نهايته واي وقبلها حرف ساكن بتحذف الواي ونضيف اي اي دي، زي ستادي ستادد، زي كاري كاريد، كراي كرايد. اما الافعال الشاذه فمالهاش قاعده فبتتحفظ، زي وين وان، جو وين، سي سو، ايت ات، وهكذا. الافعال بتحفظ كما هي. بالنسبه ل امتى بنضيف طبعا الدي اذا كان الفعل منتهي باي، واي اي دي اذا كان منتهي بواي وقبلها حرف ساكن، الاي دي اذا كان الفعل منتظم بنضيف له اي دي مباشره. اما بنضعف الحرف الاخير اذا كان الفعل منتهي بحرف ساكن وقبله حرف ايه متحرك، يعني انا عندي الار ساكنه في بريفير وعندي الاي متحركه فبنضعف الحرف الاخير، زي ستوب، البي ساكن وقبلها حرف الاو متحرك. طب ايه الكلمات اللي بتدل عندنا على الماضي البسيط؟ عندنا كلمة yesterday لما بشوفها في الجملة اعرف ان الفعل ماضي. عندنا last سواء last week، last month، last year. عندنا ago وبتسبق بمدة زمنية محددة، 2 days ago، 3 weeks ago، يعني مدة ثابتة او معروفة. in the past يعني في الماضي، in وسنة ماضية. my father was born in 1981، طبعا in وسنة ماضية يبقى ماضي، يبقى was born. We visited Luxor 2 years ago. طبعا أجو جت معاه مدة زمنية محددة. يبقى العلامات اللي بتدل على الماضي مرة تانية: yesterday, last, ago, in the past, in وسنة ماضية. كل دول بيدل على الماضي، وin the past نفسها ايه ماضي بسيط. يبقى لما أشوف yesterday أفتكر الماضي البسيط. الماضي البسيط قلنا مين؟ أي فعل تصريف تاني فهو ماضي بسيط. طيب ينفى الماضي البسيط بكلمة didn't، بس ناخد بالنا ان didn't دي بتدخل على الفعل في الماضي بترجعه للمصدر او بترجعه لأصله، يعني بترجعه للتصريف الاول مرة تانية. يبقى didn't plus infinitive يعني مصدر الفعل. يبقى الماضي البسيط بتنفى بايه؟ بتنفى بكلمة didn't، بتنفى بكلمة didn't، و didn't بيجي معاه الانفينيتيف مصدر الفعل او الفعل بدون اي ايه اضافة. I didn't arrive، ما قلتش I didn't arrive، arrive فقط، لان didn't رجعت الفعل لاصله. you didn't buy، كنا بنقول you didn't you bought، اصبحت you didn't buy. يبقى الماضي البسيط بتنفى بكلمه ايه؟ بتنفى بكلمه didn't. استخدام when بمعنى عندما مع زمن الماضي البسيط. ناخد بالنا ان when I was بتدل على الماضي البسيط. when I was 12 I wanna middle. يبقى عندنا الجمله الثانيه ماضي بسيط، يبقى when I was بتدل على ان الفعل في الماضي. The past simple tense questions، ازاي بنكون عليه سؤال؟ بنكون عليه السؤال بديت والفاعل والانفينيتيف. ديت والفاعل والانفينيتيف. Did you watch TV last night؟ Yes I did، او No I didn't. Did you watch TV last night؟ Yes I did، او No I didn't. طب بالنسبة للـ WH بنكون السؤال بنحط أداة الاستفهام وراها did، وراها الفاعل، وراها الانفينيتيف. What time did you go to bed? I went to bed at 10 o'clock. يبقى عندنا الماضي البسيط بنكون عليه السؤال ب did. وبالنسبة لل WH بنحط أداة الاستفهام وبعدين did والفاعل والانفينيتيف. وطبعا عندنا فيديو كامل بيشرح لنا الماضي البسيط بالتفصيل، ممكن نستعين بيه بشرح ايه وافي عن الماضي البسيط. ناخد الأسئلة اللي عليه. My mother was born in Cairo. طبعا in 18، طبعا الماضي قلنا بيميز بوجود كلمة إن وسنة ماضية، يبقى إن 1984. In 2016 a shark bit Omar and he lost a leg. A shark attacked، طبعا إن سنة ماضية يبقى الفعل ماضي، يبقى a shark attacked. My elder brother left the university 3 years. طبعا قلنا هنا left في الماضي يعني غادر او ترك الجامعة، 3 years ago. قلنا ايه كلمة ago بتدل على الماضي، يبقى letter A. Space we got home we listened to some music. طبعا هنا
لما وصلنا على البيت كنا بنستمع الموسيقى طبعا. مين عندما اللي هي مين وين. My cousin had an accident. Space night. طبعا هنا had في الماضي يبقى عندنا مين حاجة بتدل على الماضي يبقى ايه last night. قلنا ago بتصدق بالزمن يبقى لكن last night last week last month يبقى عندنا last. What space you do yesterday. طبعا هنا عندنا yesterday يبقى بنكون السؤال في الماضي بايه بديت يبقى عندنا what did you do. I went to the beach a space. I went to the beach a week ago. طبعا هنا مدة زمنية محددة a week يعني أسبوع والماضي يبقى a week ago يبقى letter D. My parents moved back to England when I was five. طبعا قلنا الرابط اللي بربط جملتين في الماضي اللي هي مين when يبقى هنا My parents moved back to England when I was five. يبقى letter C. I found a flat space last year. I found a flat last year. طبعا هنا نستخدم no word يعني ما نحطش حاجة. I found a flat last year. يبقى letter A. وبعدين نمبر 2 when did your parents got married. طبعا when did your parents ها did هتجيب معاها المصدر يبقى ايه when did your parents get يبقى when did your parents get married. They didn't went قلنا didn't بتجيب معاها الانفينيتيف يبقى they didn't ايه ها المصدر مين go. I have a math lesson yesterday. I have طبعا yesterday يبقى نجيب الباست يبقى I الماضي من have مين had يبقى I had a math lesson. ندى didn't was busy yesterday. طبعا didn't عايزة وراها مصدر الفعل طب انا ما عنديش فعل في المصدر يبقى عندنا مين verb to be هيبقى فعل اساسي وفي نفس الوقت فعل مساعد يبقى ندى wasn't ولا weren't. طبعا ندى wasn't بدل ما عنديش بعد didn't او في did في السؤال يبقى مفروض ان انا بدور على verb to be يبقى ندى wasn't busy. wasn't busy. ندى wasn't busy yesterday. بالنسبة للسؤال عندنا في following dialogue. Hello هدى can I ask you some questions. Yes Ines sure. Where is this your parents live. When they were young. طبعا هنا when they were في الماضي يبقى سألتها الفعل المساعد يبقى مين did يبقى بنسأل بمين في الماضي ب did. Number 2 they space in Tanta. طبعا هي بتقول لها where did your father or where did your parents live يبقى they lived يبقى الفعل يبقى مين lived. What did your grandfather do. He was a farmer. He was. What did he do? He worked a farmer. He was a farmer. Anyone? طب ممكن أقول he worked a farmer أو he was a farmer. He was a farmer. Really, space he grew fruits. قال لك yes, of course. يبقى ايه طبعا بتقول لها did he grow طبعا بتسألها عن حاجة كل دي احداث في الباص يبقى did he grow. Yes of course. What about your grandmother. She's based work. She was a housewife. She didn't work. She was a housewife. She didn't يعني مكانتش بتعمل لأنها ربت منزل. She didn't work.
بالنسبة للسؤال choice space is a large dangerous animal that lives in the sea. طبعا اللي هو مين؟ طبعا space اللي هو a shark is a large dangerous animal. A shark is a dangerous or a large dangerous animal. Letter A. Number 2. My brother space a prize last year. طبعا my brother got a prize يعني حصل على جائزة. Got a prize last year. يبقى letter B. Scientists do experiments to see how things work. طبعا to find out ولا improve ولا practice ولا عندنا هنا touch. طبعا عندنا to find out يعني يكتشفهم. Letter A. Everybody works hard to be space. طبعا everybody works hard to be successful يعني ناجح. Letter B. To be successful يعني يكون إنسان ناجح. He had a terrible accident and space a leg and lost a leg يعني فقد ساقه اللي هي letter B. طبعا ده expressions لسه قارئينه. Lost a leg يعني فقد ساق. They started the space to help people from poor families with the disease. طبعا they started a foundation. Foundation يعني مؤسسة. يبقى letter A. A space knows how to look inside the body to help people who are ill. طبعا هنا اللي هو السيرجن اللي هو الجراح. طبعا look at somebody's or inside the body. يبقى letter B. Letter B. Surgeon. Surgeon اللي هو الجراح. She sends her children to school because the school bus didn't come. طبعا هنا she drove يعني وصلت الأطفال. طبعا هنا bus لأن بقول لك because the school was or the school bus didn't. فطبعا bus هيرد عليه فعل في الباص. يبقى she drove اللي هي letter C. He built a new house last week. طبعا هي في الماضي عندنا last ماضي يبقى نختار الفعل في الماضي اللي هو مين؟ اللي هو put. يبقى he put last or he put a new house last week. يبقى letter B. Letter B. He put. Kareem and his wife had a baby a week. ها مين اللي بيجي قبلها مدة زمنية؟ طبعا قلنا ago. يبقى ايه؟ A week ago. Letter D. Read and correct the underline. طبعا السؤال الاخير ان شاء الله يبقى عندنا homework ونعمله check next time. وعندنا باراجراف عن your hero. طبعا الباراجراف اللي معانا موجود على القناة وموجود على الصف الثاني الاعدادي. ممكن نجيبه ونحفظ الباراجراف and write it down ونكتبه. أتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا السؤال number 3 and 4 homework. I will see them next week or check them next week. أو نرجع مع بعض الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله.